بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ إن احنا نتكلم على البوتينج بتاع الأبليكيشن. يعني إيه؟ يعني بدل ما أنا أحتاج أجي جوه الإندكس وأعمل مثلا هنا الراوتس مش عارف بتساوي نيو إيه وأعمل كل ده، لا، كل اللي هحتاج إن أنا أعمله أكول فانكشن اسمها أب، ومن خلال الفانكشن دي أكول فانكشن تانية اسمها رن تبدأ إنها تبوت أب الأبليكيشن بتاعتنا كلها. وده في أغلب الفريم وركس بيحصل. يعني لو مثلا بصيت على حاجة زي المايكرو فريم ورك اللي اسمه سليم، هتلاقي ان انت بيبقى عندك ابلكيشن او اب بتساوي نيو ابلكيشن بالمنظر ده، ويبدا ان هو يعمل اب بوت تقريبا او رن مش فاكر، بس هو كان بيبوت الاب الموضوع بالمنظر ده. لارافيل تقريبا برضو بتبوت الموضوع بنفس الفكره. فهنيجي جوه السورس نكريت فايل كامل اسمه ابلكيشن، وده هو الانستنس بتاعت الابلكيشن بتاعتنا كلها. احنا محتاجين انستنس من الابلكيشن هيهولد جوه كل حاجه. فنجنريت النيم سبيس، مش اب، لا هنا ده جوه سيكشيتر بالمنظر ده كده. كمان هيبقى جواه الكلاس اسمه ابلكيشن، وهنا بقى هنبدا ان احنا نحط السيت اب بتاعه الويب سايت كله. اي ديبندنسيز رايحه، اي ديبندنسيز جايه، كل الكلام ده هتبقى موجوده من خلال كلاس الابلكيشن. للاسف احنا مش هنبيلد السيرفيس كونتينر، لان الموضوع ده يعني كومبلكس جدا ان انت تبيلد سيرفيس كونتينر. الكومبلكس دي مش في السيرفيس كونتينر، هو حته الري رايحه جايه، بس الفكره في الريسولفنج نفسه. لان انت مثلا تعمل سيرفيس كونتينر، عندك مثلا الري تقول مثلا ايه ماب فيها ان اليوزر مثلا بيساوي نيو يوزر، دي فكره السيرفيس كونتينر عادي بتجمع فيها كل الديبندنسيز بتاعتك. المصيبه في الموضوع الريسولفنج نفسه. زي ايه؟ زي مثلا في الكنترولر، احيانا مثلا في لارافيل، يعني لو انت ده مثلا كلاس اسمه يوزر كنترولر او كده او برودكت كنترولر، الروت موديل بايندنج بيحصل ازاي؟ انت عندك البرودكت مثلا برودكت، دي بقى الكارثه في الموضوع ان انت تعملها امبلمنت. تقيل جدا بقى ان انت تتشيك هل كل ميثود محتاجه ديبندنسي معينه، وتبدا ان انت تجيب الديبندنسي دي من السيرفيس كونتينر بتاعك. طب لو الديبندنسي دي ديبندنت على ديبندنسي ثانيه هتعمل ايه؟ فالموضوع لا بيدستل ليفل العالي يعني، فمش هنحتاج ان احنا نعمل له امبلمنت دلوقتي. يعني هنبقى نتكلم عليها ككونسبت في كورس لارافيل، وهنشوف هي بتحصل ازاي كسورس كود. يعني هنحاول ان احنا نشرح الموضوع من سورس كود نفسه، انما نبلد الموضوع من سكراتش لا، هي صعبه جدا. ودي مش حاجه مثلا تحسسك ان انت لا اللي هو انا ازاي مش عارف ابيلد كده. لارافيل نفسها مش بيلت اون فروم سكراتش، يعني اطمن انت كديفلوبر انت بتتكلم في حاجات زي دي وانت بقى فاهم كل الكلام ده، لا انت كده ديفلوبر تقيل، في غيرك كتير جدا مش فاهمينه. لارافيل نفسها مش بيلت فروم سكراتش. لارافيل لو قريت يعني هتلاقي ان هي بيزد اون سيمفوني اللي هو فريم ورك كامل. الراوتنج سيستم مثلا بتاع لارافيل، انا معترف ان الراوت سيستم اللي انا عامله ده حاجه عبيطه جدا، بس ستيل فكره بتفهمك الراوتنج سيستم بعد كده ممكن تكسباند ازاي. لارافيل نفسها ما عرفتش امبلمنت الراوتنج سيستم، لا مستخدمه سيمفوني بالراوتنج سيستم بتاعها، وهي عدلت عليه شويه حاجات. الداتابيز مانجمنت مثلا لارافيل بتستخدم اليكوينت داتابيز مانجر الاو ار ام نفسه. فدي فكره الفريم ورك، انت بتجمع حبه حاجات وتزود انت عليها، فاهم؟ فدي الفكره. يعني مش محتاجين احنا نبلد كل حاجه في السكراتش، احنا محتاجين نفهم كل حاجه هي اتعملت ازاي بس. anyway نرجع للتوبيك بتاعنا، الابلكيشن كلاس. الابلكيشن كلاس ده يعني هو هي اكسباند معانا وهنفضل نروح ونرجي له كل الوقت، بس دلوقتي كل اللي انا محتاجه ايه؟ اللي انا محتاجه دلوقتي بعض الديبندنسيز. فهنسيت اب اول حاجه ان انا هحتاج الراوت، الراوت سيستم نفسه محتاجه هنا. كمان محتاج انستنس من ريكويست، محتاج انستنس من الريسبونس. قدام بقى هحتاج من الكونفج ومن السيشن ومن الداتابيز ومن كل الحاجات دي، بس انا لسه ما عملتهمش فخلينا في دول دلوقتي. طيب الراوت بيساوي الراوت، تبدا بقى انت تعمل تايب انت الحاجات دي، تقول له مثلا ده اسمه راوت بالمنظر ده، راوت، وده الريكوست، وده الريسبونس، وبرده تقدر تعمل لهم تايب هنت هنا كده، ده الراوت وده الريكوست، والاخير ده هو الريسبونس. طيب دي كده الديبندنسيز بتاعتي. بعد كده محتاج ان انا اعمل ايه؟ ابدا بقى ان انا ارن الابلكيشن بتاعتي. فدلوقتي ايه الميثود اللي انا محتاجها؟ اسمها ميثود رن. دي اللي هتبدا انها تبوت كل حاجه. يعني انا قدام هيبقى عندك مثلا this db النت معايا انستنس من الداتا بيز، هالنت بقى الكونكشن، بس دلوقتي انا مش معايا، فهبدا بس ان انا اقول له this route resolve. هبدا ان انا اريسولف الراوتس بتاعتي من اول هنا، واعمل بس هيلبر فانكشن صغنطوطه اللي هي الجيت، عشان لما بقى اجي استخدم الميثودز او البروبرتيز دي اقدر ان انا اكسس يعني عن طريق الجيت، محتاجش ان انا اعملها public. فاقول له public method اسمها get، بتاخد النيم وبتاخد الفاليو، سوري لا دي بتاخد النيم بس، الست اللي بتاخد الاثنين. هقول له اف بروبرتي اكزيستس، بروبرتي اكزيستس النيم دي او جوه الذس بي النيم
اعمل انفوك او ريتيرن ذس اوف النيم بالمنظر ده كده. ده دلوقتي كده مؤقتا هو كلاس الابلكيشن. طيب هاجي جوه الهيلبرز. طيب دلوقتي انا محتاج ايه؟ مش محتاج ان انا افضل افاير اب نيو انستنس. ليه؟ انا عايز امنتين ان انا معايا انستنس واحد بس من الابلكيشن في كل حاجه عشان يبقى معايا كونكشن واحد من الداتابيز، معايا كونكشن واحد بس من الكونفيجريشن، كمان هيبقى معايا كونكشن واحد من الريكوستات من الريسبونسز. فاهم الفكره؟ فانا عايز امنتين بس ان انا يبقى معايا انستنس واحد بس، فهستخدم السنجلتون ديزاين باترن. فهعمل ايه؟ هقول له اف نوت فانكشن اكزيستس، فانكشن اسمها اب كريت لي الفانكشن دي، مش ان في لا سوري اب. وكل الفانكشن ده بتعمله انها المفروض بتريتيرن انستنس معين، بس الانستنس ده دلوقتي لو قلت لك ليت ان الانستنس ده يساوي نل باي ديفولت، حلو، وقلت لك دلوقتي اف نوت مثلا اف نوت الانستنس بالمنظر ده كده، هو باي ديفولت اول مره بنل هيجي اي ايفالويت ده لترو. فتقول له دلوقتي ان الانستنس بيساوي نيو ابلكيشن بالمنظر ده، واكشلي صحيح احنا مش المفروض نديله بارامترز، هو المفروض ان هو بيفاير اب الحاجات دي كلها، فهو مش بيستقبل هنا اي برامز. هتقول له بس ان الراوت ده بيساوي نيو راوت زي ما هو، وده نيو ريكوست، وده كمان نيو ريسبونس. وقدام اللي يبقى معانا كل الحاجات دي هنبدا ان احنا نعملها انفوك. تمام، والراوت ده محتاج برضو الريكوست والريسبونس، فتقول له ذس اوف الريكوست و ذس اوف الريسبونس. تمام كده المفروض ده الدنيا تمام وده تمام. نرجع تاني لكلامنا هنا. دلوقتي الانستنس بنل، فانت لما بتيجي تقول الفانكشن دي، يعني احنا هنعمل لها كول في اكتر من حته جوه الاندكس مثلا، هنا هنقول له اب رن، فكده دي نيو انستنس. يعني لو عملنا فرضا بالمره على الاب اول مره، ورحت هنا على الهيلبرز وعملت كده كده ريتيرن بالانستنس ده، هتلاقي انه بيقول لك ابلكيشن انستنس رقم 29 جواه الراوت انستنس 15، الراوت انستنس 15، الريكوست 28، ريسبونس 18، بعد كده في ريكوست 28 اللي هم دول يعني الديبندنسيز بتاعت الراوت. طيب دلوقتي لو جيت عملت فرضه تاني مش هتلاقي تغيير، هو 29 15 18 28 18 28. تمام، خلينا بس نعمل ران الاول ونشيل دي عشان لما نيجي كلها مثلا من حته تانية، يعني عشان ترسولف الحاجات دي، فتروح على الهوم، لا مش الهوم كنترولر، ونفترض ان دي اللي بتعمل ريتيرن فار دامب على الاب بالمنظر ده، مش محتاجين الريتيرن اكشلي. هتلاقي بص ايه بقى، ده 13 ده 29، فهي بتختلف من فايل لفايل، لا انا عايز اعممه على البروجكت كامل. فهنرجع نتكلم عن، فهنستخدم حاجه اسمها الستاتيك كيورد، كنا اتكلمنا عنها قبل كده، قلت لك الستاتيك بتهولد الفاليو اللي كانت معاها. دلوقتي كده بص ده 29 ده 29 بكل حاجه جواها زي ما هما، يعني ده 15 هيبقى ده 15. المشكله دي لو ما كناش حللناها من دلوقتي يعني كانت هتقابلنا قدام في الكونفيجريشن، لما كنا هنعمل كلاس الكونفيجريشن المشكله دي كانت بتتسبب ان هو في ايه، لو انت ما خليتش الانستنس ستاتيك الكونفيجريشن بيتغير، فلما تيجي تشينج حاجه جوه الكونفيجريشن هو بيرجع لك نيو انستنس، فانت مش الانشينج ده مش بياخد امباكت، فكانك ما عملتش اي حاجه، فلازم انت تخليها ستاتيك. لما نرجع يعني نتكلم على الكونفيجريشن هبقى اوريك الفرق منها لما نشيل الستاتيك اللي بيحصل. طيب حلو قوي كده، المفروض بقى هنا نشيل دي ونعمل ريتيرن فيو تاني بالهوم، وجوه الاندكس مش هنحتاج بقى ان احنا نعمل الفار دامب دي، بس هنلاقي الابلكيشن دلوقتي شغاله عن طريق الابران دي بس. ده اللي المفروض الكونتنت بتاع الاندكس بتاعنا يبقى جواه. احنا مش هنحتاج نعمل اي حاجه تاني صح؟ احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ان احنا نريكوير بس الاوتو لود الراوتس بتاعتنا، نانيشلايز الاميوتابلز بتاعت الدوت ان في الكونفيجريشنز، ونلود الحاجات دي في الاخر نرن الابلكيشن صح؟ قدام بقى الداتا بيز والحاجات دي، لا مين اللي هيهندلها؟ مش الاندكس اللي هيهندلها، هو الابلكيشن نفسه. طيب وبكده يبقى خلصنا الفيديو ده، ده كان بارت 1 من الابلكيشن، هنبقى نرجع له تاني لما نبدا ان احنا نكريت حاجات جديده. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا ان احنا نشوف الكونفيجريشن ازاي ان احنا نبدا نلود الكونفيجز نفسها. هنخلي الموضوع دايناميك اكتر بقى من الكلاس اللي كنا عاملينه في البي اتش بي براكتيكال تيب سيريز. اللي احنا كنا عاملينه هناك ان انت بس تقدر ان انت تسيت كونفيجريشن، وكنت بتريد مثلا از جيسون او از اري. اللي هنغيره دلوقتي ايه؟ احنا دلوقتي هيبقى عندنا فولدر الكونفج ده هنريد كل حاجه جواه، فمثلا هنعمل فايل اسمه database.php، بعد كده جوه الكونفج تاني هيبقى فيه فايل مثلا mail.php، واخر حاجه مثلا app.php. الثلاثه دول كل واحده فيهم هتتحول لاري، ونبدا ان احنا ندخلها عندنا جوه الكونفجريشنز، نقدر ان احنا نعدل فيها نتعامل معاها بمنظر يعني هيكون اسهل بكتير جدا. فقبلها قبل ما نشتغل على الكونفجريشن هنيجي جوه سبورت نكريت حاجه اسمها الاري، ده هيلبر هيساعدنا في التعامل مع اي اري، وكمان هنكريت السترنج، يعني فولدر السبورت ده هيبقى فيه حاجات كتير جدا هتساعدنا في خلال الشغل، فهنبدا ان احنا نتعامل معاه من الفيديو الجاي.
عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديو ده اول ما تعمل له ابلود. هتلاقي كمان في الديسكربشن السوشيال لينكس بتاعتنا ولينك باتريون عشان السبورت. بيبقى فيه فري كوبونز لليودمي كورسز بتاعتنا اللي بتطلع، وكمان بيبقى فيه سبسكريبشنز للويب سايت بتاعتنا، وهتلاقي السورس كود بتاع الابلكيشن كامله لو انت حابب انت تبص عليه. اتمنى تكون استفدت بالفيديو ده. شكرا والسلام عليكم.